لك الوعي قبل السعي في الحياة وفي الدين. تعالوا نعيش مع النبي شوية. أنا في قصة بحبها قوي مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار. النبي في مكة وخلاص، النبي هيهاجر من مكة للمدينة، فيجيله الأنصار 6 شباب يسمعوا منه فيؤمنوا، يلا بقى نروح. لا، قال لهم روحوا تعالوا لي السنة الجاية. ليه يا رسول الله؟ يفكروا طب ما يلا وبعدين نبقى نشوف. لا لا، الوعي قبل السعي. سنة النبي، يا ناس اللي بتتكلموا عن سنة النبي، يا ناس اللي بتتحججوا ليل ونهار بسنة النبي، دي سنة النبي. روحوا تعالوا السنة الجاية. الستة رجعوا له السنة الجاية 12، بس الستة كانوا من الأوس، الأوس قبيلة ضد الخزرج، هم كانوا من الوعي، رجعوا له السنة الجاية 12، 8 أوس و4 خزرج علشان يبقوا جايين من الاثنين دول وعي، بقوا 12. قال لهم روحوا ورجعوا لي السنة الجاية. 3 سنين يا رسول الله عشان تربي الوعي فيهم، وبعت معاهم واحد يعلمهم. طب ما نروح. لا لسه، رجعوا له السنة الجاية. كام؟ 73 رجل وستات معاهم. ايه ده والستات ليه؟ عشان يكتمل الوعي، مش هيكتمل بالرجل لوحده. اجتماع خطير يا جماعة، من أصعب الاجتماعات في تاريخ الإسلام، لدرجة أن الصحابة الأنصار اللي حضروا الاجتماع ده بيقولوا ده أهم عندنا من بدر، أو زي بدر، زي غزوة بدر، لأنه اتأسس عليه الإسلام. حضروا الاجتماع، شوف الوعي بقى. الله الله على تربية النبي للصحابة. قاعدين قدام النبي الأنصار، قالوا اطلب لنفسك ولربك يا رسول الله. إيه المطلوب؟ هم نفسهم يبايعوا النبي، لأنه حاسين اللي حيبايع النبي بدري كده يدخل الجنة. عايز إيه الأول؟ قال أطلب لنفسي أن تمنعوني، تحافظوا علي كما تمنعوا نساءكم وأطفالكم، وأن تكونوا معي في العسر واليسر والمنشط والمكره وكل. حط النبي شروطه. قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك. إيه الناس دي؟ إحنا ليه مش طالعين زي جدودنا؟ طب وهناخد إيه لما نعمل كده؟ إحنا بقى نتكسف ونقول وبعدين بيننا وبين بعض، طب وهو هيدينا إيه لو عملنا كده؟ قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك. قال الجنة، وسكت. ملكوش عندي حاجة، لوعد بمناصب، كلام واضح جدا. فقالوا امدد يدك نبايعك يا رسول الله. فأم طلع لهم أصغر واحد فيهم 18 سنة، أسعد بن زرارة، قال انتظروا يا قوم، انظروا على ماذا تبايعون الرجل. خلي بالكم، إنكم تبايعونه على حرب العرب والعجم والأبيض والأسود، فإن كنتم ستتركوه فاتركوه من الآن. ايه ده؟ ايه الوعي ده؟ 18 سنة؟ خلي بالكوا بس ما تتسرعوش، انتوا هتاخدوا هذا الرجل دون دعوته هتؤدي ان العالم هيقف ضدكم، لو هتسيبوه سيبوه من دلوقتي. قالوا امطوا عنا بيدك يا سعد، اوعى ايدك يا سعد، عايزين نبايعه بقى. قام طلع لهم واحد تاني، ابو الهيثم ابن تيهان، 26 سنة. قال يا قوم انتظروا حتى اسأل رسول الله سؤالا. يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود حبال، يعني علاقات قوية، وإنا قاطعوها من أجلك. إحنا هنقطع علاقتنا مع اليهود لأن دين جديد مش هيوافقوا، فهل إذا انتصرت ستعود إلى قومك وتتركنا بعد أن قطعنا علاقاتنا مع اليهود؟ إيه العمق ده؟ أنا والله بأشعر يا جماعة لما أسمع الحوار ده في الاجتماع ده. فابتسم النبي قال لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، الهدم يعني القبر. عشان كده النبي مدفون في المدينة، عشان الكلمتين دول، ما دفنش في مكة لما انتصر. بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. قالوا ربح البيع، امدد يدك نبايعك يا رسول الله. فقام القوم يتسارعون، يلا انطلاق السعي، يبايعون النبي ووفوا. الله على سيرة النبي وسنة النبي. فعلا الوعي قبل السعي. من النهاردة مفيش فهلوة، من النهاردة مفيش مال حرام، من النهاردة مفيش تدين بدون فهم، من النهاردة مبدأ الوعي قبل السعي. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفصل. الوعي قبل السعي، مفيش فهلوة، في وعي، حتى مع نفسك، حتى مع تصرفات حياتك.
بتأثر جدا لما بقرأ في القرآن في سورة البقرة قصة طالوت وجالوت. جالوت رمز الشر وطالوت رمز الخير، بس جالوت قوة هائلة مسيطر على بيت المقدس ومعاه جبابرة عمالقة مدججين بالسلاح، وطالوت رمز الخير بس طالوت قلة والمؤمنين معاه قلة ومعهوش ربع السلاح اللي مع جالوت، وربنا مطالب منه إن هو ينتصر على جالوت ويسترد بيت المقدس. لكن المشكلة فين؟ المشكلة إن الآية بتقول لنا في سورة البقرة وهي بتحكي على طالوت وجالوت: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الناس بتسمع الآية دي يلا يا جدع بدون كده تخطيط وبدون وعي، القلة تهزم الكثرة. بس هو ربنا بيقول كم من فئة، يعني ممكن. طب ممكن دي ازاي؟ دي عايزة وعي. شوف الآية والصورة بتتكلم على طالوت عمل ايه. طالوت شاف قوته أضعف بكتير من جالوت، فبدأ يعي هو ايه نقطة قوتي ونقطة ضعف جالوت. نقطة ضعف جالوت انه مدجج بالسلاح فتقيل، طب وايه نقطة قوتي؟ اني خفيف. فبدأ يدرب جنوده على قوة الاحتمال لانه ناوي يطول المعركة. ليه؟ عشان التاني تقيل فحيتعب بعد شوية. طالوت ركز على نقطة قوته هو، أنا خفيف، عشان كده قال للجنود ما تشربوش من النهر ده، بيقوي عزيمتهم. ليه؟ عايز يطول المعركة، يدخل المعركة يهجم على جالوت ويرجع تاني، يهجم على جالوت ويرجع تاني، ما يكملش المعركة. فجالوت ينهج وجيشه ينهج، يجوا وراهم يدوب هيحتدم ويقوم منسحب ويرجع. عشان كده قاعد يدربهم ما تشربوش من النهر، مش عارف ايه، يحط لهم اختبارات تطول النفس. ركز على نقطة قوته. كانت النتيجة ان جالوت في الاخر انهار فانتصر عليه. يبقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، مش بالفهلوة، بالتخطيط، بأنك تعرف نقطة قوتك وتستخدمها في معرفة نقطة ضعف خصمك. ده تخطيط. ده إيه؟ ده وعي، وعي بذاتك، عشان دي عشان كده حطناها في مبادئ النفس، ووعي بضعف اللي قدامك. وانتصر طالوت وقتل جالوت. ونجحوا بإيه؟ نجحوا بالفكرة دي، الوعي قبل السعي. كفاية فهلوة من النهاردة، وعد تاخده بينك وبين نفسك، هتعلم وحطن وحستشير خبير، وبعد كده هنطلق في الحياة، وحطها قاعدة ومبدأ في حياتك.